إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، مساء الخير للجميع. نتمنى صراحة الإخوان والأخوات ديالنا يكونوا فعلا بصحة وعافية، رغم أن هذا الأمر صعب، وبالخصوص الإخوان ديالنا اللي عالقين خارج وداخل أرض الوطن. إخوان، الفيديو دائما قبل ما نبدأ الدعاء ديالنا يتجه لهذ الإخوان هذو، باش ربي سبحانه وتعالى يفك كل هذه الكربة ديالهم وتمكنوا باش يرجعوا بسرعة، وربي ديال المسؤولين المغاربة ويطلقوا لنا الطيارات يجيبوا خوتنا يردوهم لأرض الوطن، ويهزوا خوتنا اللي حاصلين يردوهم لبلد الإقامة، بلاد الضياع ديال الوقت ولا هذا الاستهتار، لان هذا الشيء بدا تيحمض وبدا تيبسر، هذا الشيء بدا تضع تاريخته. المساله الاخوان غادي نتكلموا في هذا الفيديو اليوم على رحلات استثنائيه تم الاعلان عليها قبل واحد نصف ساعه تقريبا. غادي نتكلموا على رحلات الى المملكه العربيه السعوديه الاخوان ديالنا، اللي صراحه عدد كبير تيسولوا واش كاين السعوديه واش كاين السعوديه، فعلا كاين السعوديه وكاين رحلات لها. غادي نتكلموا على الجديد ديال ديك الرحله البحريه اللي كانت منظمه، كانت مقرر انها تنظم من طنجه الى جنوا في ايطاليا، وكاين كذلك بعض المعلومات حول الرحلات الى ايطاليا. بعض الاخوان تيسولوا واش كاين رحلات لايطاليا مباشره ولا هذه، غنتكلموا على هذا الموضوع. ولكن قبل ما نبداو الاخوان، بغينا نتكلموا على واحد الموضوع اللي اظن انا غير تصفحت اليوم الجرائد، يعني المواقع الاعلاميه، وبانت لي واحد الصوره تارت الانتباه ديالي دابا من خلال تحدث مع واحد الاخ اظن اختي، يعني تواصل معايا دابا في انستغرام وتاكد لي الخبر. البارحه انا ما تفرجت في الماتش، لانه قررت تقريبا شي 5 سنين هادي ولا ما باقيش، حلفت ما باقيش نتفرج في المنتخب ديالنا اللي تيدير لي السكر اكثر من هاد المسؤولين. المنتخب تيهلك بنادم في صحته، هادو زادو كملوا ليه اللي خصو. ولكن اليوم فاش نشوف غير المواقع، بين نشوف غير اش داز اش كاين في العالم، ويتبان لي واحد التصويره في التريبين مصورين عمور، حاتم عمور، هذاك السيد الا ما خفت نكذب واحد الاسبوع هادي كان في المملكه المغربيه. بغيت نفهم واش هذاك السيد عنده شي صاروخ ولا تيدخل من تحت الارض وتيخرج وتيطلع في قطر، لانه كان البارح في الملعب في قطر. الى ما غنتنش الذاكره، الى ما غلطتش، يعني انه على حسب الصوره اللي شفت بانه داك السيد كان تيتفرج البارح في المنتخب، والمنتخب كان لعب في قطر. يعني هذا السيد هذا معليش هو اغلاق الحدود، هذا السيد هذا ما تنتمي لا هيئه دبلوماسيه، يعني ما سفير ما قنصل ما وزير، اللي نقولوا تيكونوا دوك الرحلات الاستثنائيه ديال هاد الناس هادو، ماشي شي شخصيه تيمثل المغرب تيصنع لنا النووي او شي عالم اللي غادي نقولوا مشى بين يمثل المملكه المغربية في شي تظاهره دوليه. هذا السيد هذا مغني عادي، يعني كايها الناس كان بان لي الباح في التريبيل تيتفرج، يعني هاد الناس هادو عندهم الامكانيه. هذا الاخ اللي تواصل معايا او الاخت اعتذر لانه من خلال الاسم باقي ما تكلم معايا، على كاينه كذلك واحد السهره، كاينه سهرات في ما بين 17 و31 في شهر 12 في فرنسا في باريس، فيها بعض الفنانين المغاربه كسعيده شرف وصناجي وهادي. يعني هاد الناس هادو كيفاش غادي يمشيو لفرنسا؟ واش بيمشيو عمان، بيمشيو حارقين من طنجه، بيتلاحوا بيطلعوا في مارسي ولا كيفاش؟ ما فهمتش علاش المواطن العادي البسيط محروم ومحقور ومخلينه برا تيموت بالشر وتيموت بالبر وهلكو الجوع وهلكا فضيحه اخرى اللي غادي نطرقوا لها دابا، هي ديال الخوت ديالنا اللي في الخارج، يعني اكثر من الخوت اللي حاصلين في افريقيا، في الادغال ديال افريقيا ما تيعيشوش الاخوان اللي في الخارج، لانه الاخوان في الخارج كاينين تي حاصلين عالقين في دول ما فيهاش الديمقراطيه، ما فيهاش المساواه وما فيهاش حقوق الانسان، لانه الناس علقوا في ديك البلاد بجراء واحد القرار غبي ديال واحد المسؤولين اللي ما عندهمش العقل، سدوا الحدود وخلاهم تما عالقين، تسالوا لهم التاشيرات ديالهم ودخلوا في واحد النظام ديال المخالفات ماديه، لانه خالفتي يعني حرقتي التاشيره ديالك، عوض ما يقولوا لك انت هذوك الناس الله يحسن عوالهم مسكين عالق، زيد ما قدوا فيل نزيدوه فيلا، هاد الناس عالقين حاصلين هنا تكرفصوا تيباتوا في الزناقي، نزيدوا عليهم حتى الغرامات. وفي دوك دول الخليج الا ما خلصتيش غرامات تنظن تولي متابع قضائيا، تقدر تدخل للكاشو، يعني بنادم كان تيفكر كيفاش يحل حريق الطياره حتى ولا دابا خصو يخلص الفلوس ولا يدخل الداخل. واش هذا ماشي قمه العباد وقمه الاستهتار بالمغربي؟ انا بعدا تنحشم فاش تنشوف هذا الخبر هذا اللي غادي نبداو به الفيديو الاخوان. خبر من الصفحه الرسميه ديال الخطوط الملكيه المغربيه، تتشوفوا تحديد رحلات خاصه، انا فرحت صحابنا شبه يقولوا رحلات تجيب المغاربه من يبداو من يجيبوا المغاربه للبلاد. نبلغ زبناء انا انه تمت برمجه رحلات استثنائيه جديده، هذيك الاغنيه دائما ديالهم، من المغرب في اتجاه بوركينا فاسو وموريتانيا ما بين 17 و18 دجنبر، يعني تنطمط رحلات الى وجهات اخرى ديال بوركينا فاسو 17 و18. الخبر اعتذر اخوان، الخبر في حد ذاته يعني خبر جميل، لان غادي يستافدوا منه بعض الاخوان ديالنا اللي حاصلين في المغرب وبيمشيو لبوركينا فاسو وموريتانيا. الخبر اللي هذا خبر نكته وخبر فضيحه كي تيقولوا المصريين بجلاجل، وحشومه حتى هاد يعني هاد الشركه ديال الطيران تعلن على هاد الرحلات، لانه بوركينا فاسو مع احترامي الناس ديال بوركينا فاسو ولا موريتانيا، المغرب بالمقارنه هاد الدول بالمقارنه مع المغرب خاصهم واحد 100 سنه لقدام باش يوصلوا للنيفو ديال المغرب. ولكن هاد الناس رغم ذلك طلبوا
رحلات استثنائيه من السلطات المغربيه باش يجليو الرعايه ديالهم العالقين في المملكه المغربيه عن طريق شركه رعد الملاحه الطيران الجوي مغربيه. غادي تهز الناس ديال بوركينا فاسو من المغرب بطياره مغربيه وتديهم، وهاد الطياره اللي مغربيه ولا هاد المسؤولين المغاربه اللي اليوم ضاربينها بالطم قالوا لنا داك النهار نهار الحد غادي نخرجوا بالقرار، اليوم الحد ما كاين حد، الناس ناعسه ما مسوقات مقصرين ولا خارجين ولا مع لا فامي، والناس اللي قاعدين بلا فامي بلا 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 لا فامي ديالهم برا ما على ما كاينش اللي يسوق لهم. يعني هاد الري هاد الشركه هادي واش ما عندهمش الكماره علاش يحشموا، ولا هاد المسؤولين المغاربه واش ما عندهمش لوجه علاش يحشموا انه تعطي ترخص لبوركينا فاسو المواطنين ديالها، وانت المواطنين ديالك ما ساويين ريال، ما ساويين حنا غرام في السوق باقي، ولاو الناس تيضحكوا علينا. اي مؤاخذة نتواصل معاه تيقول لي اه تيمشي للمطار تيقول لي بلادكم اللي ما باتكم، بلادكم اللي سدت عليكم. واش ماشي هادي ماشي الضحك هذا على بنادم؟ ماشي حشومه يولي مواطن مغربي تيتهان بين العباد؟ انا والله بعدا حتى تنحشم في بلاصتكم، انا والله حتى تنحشم في بلاصتكم، ما خليتو نتوما فتو شتي العثماني والله الا واعر عليكم. الا بالنسبه للعثماني كنا تنقولوا نكته وغير قارض وغير هادي وغير هادي وغير غير قصده بو كاع تما، نتوما فتو نتوما اللي قارين ودكاتره وبروفيسورات ما تتفهموا حتى وزه. هادي من عندي انا انه باش نخلي مواطن تيعاني وتيصدق جابت ليه مشاكل حتى متابعات قضائيه في بعض البلدان اللي عالق فيها بجراء هاد الاستهتار ديالكم. وهذا هو الخبر الاخوان اللي صراحه قلت لكم خبر صار، لان غادي تمكنوا خوتنا شي واحد يفكوه يشريوه يشريوش اللبن من البلاد. وكاينين حشومه باش هاد المواطنين ديال هاد الدول اللي بالمقارنه مع المغرب دول يعني ورا المغرب وتجلب له الرعايه ديالها، وحنا المغرب لا حياه لمن تنازي. نمشيو الموضوع دائما الرحلات الاخرى الاخوان، الرحلات فيما يخص العربيه السعوديه. بعض الاخوان تيسولونا تيقول لك واش الرحلات السعوديه كاينه الرحلات السعوديه؟ اخوان الرحلات تاكدنا بانه كاينه يومين تتخرج من المغرب ما تيتمش الاعلان عليها، والدليل هو هذا. حنا في الموقع ديال الخطوط السعوديه المطار الدار البيضاء للرياض التاريخ درنا يوم 16، غادي نديروا بحث معكم الاخوان باش تاكدوا لنا. واتصلت بنا اخت دارت هذه الرحله ومشات وصلت الحمد لله بخير عليها، ما كانش الرحلات معلن عليها. هذه الرحلات اكتشفناهم عن طريق ذاك الموقع اللي قلت لكم فلايت اوير، تتشوف رحلات خارجيه يعني خارج فيها بنادم ماشي هاز زين تبن. ملي درنا لقيناها هما الاخوان تتشوفوا يعني نهار الاربعاء كاينه الطياره، نهار الثلاث الخميس الجمعه السبت الحد، الا الاثنين اللي ما فيهش طياره الاسعار هما 502 451 يورو، يعني ديك 5000 درهم راه مهز مخرجك من المغرب الى السعوديه. هذا فيما يخص رحلات المملكة العربية السعودية. الموضوع الآخر الإخوان فيما يخص الباخرة، كان معلن على واحد الباخرة غادي تكون من طنجة إلى جينوفا، وكانوا مجموعة ديال الناس كنا تنقول لهم غادي يكون الجديد غادي يكون الجديد. الإخوان هذا مثال آخر ديال الاستهتار ديال المسؤولين المغاربة. المسؤولين الإيطاليين قدموا نهار 7 نهار 6 قدموا طلب للمسؤولين المغاربة باش ينظموا هذه الرحلة، عطاهم ترخيص ديال رحلة استثنائية باش يجلبوا الناس اللي عالقين، يجلبوا المغاربة اللي حاصلين طاليان ويهزوا المغاربة اللي حاصلين في المغرب باش يديهم للطاليان ولا صحاب فرنسا اللي مشاو بالسيارات، حيت تيقولنا حنا ما تيتسوقوش البنادم. نهار 6 داروا الطلب و7 اعلنوا على هذا الاعلان هذا باش الناس تقدر تحجز. الى يومنا هذا الى حنا اليوم 12 يعني السبت والحد ما كاين حد، ما ردوش عليهم يعني 100% هذه الرحله اللي كانوا تيتسناو الاخوان باش تعلن عليها راه ما عادش تكون، غادي تكون تاجلات. نتمنوا تكون الاسبوع الاخر نهار السبت ولا الاسبوع الاخر يفيقوا المسؤولين ديالنا من القلبه ويردوا على هاد الناس هادو، هاد الناس اللي فيهم الانسانيه وتيفكروا المواطنين تيعتبروا كل واحد مواطن يعني عنده حق انه يتنقل ويرجع لبلد الاقامه ديالو، بدل هادشي ما يديروه المسؤولين ديالنا ضاربين بالطم. كانوا معلن حتى على بعض الرحلات الاخرى نهار 18 هادو جويه 18 و21 و28 باقي ما كاينش الاسعار ديالهم الاخوان، باقي ما كاينش عليهم معلومات في الموقع ديال نيوزير. كيف تتشوفوا دخلنا للموقع، الموقع الاخوان فيه رحله ديال 14 اللي كاينه دابا ولكن كومبلي. الرحلات الاخرى كيف تتشوفوا ما كاينش التواريخ ديالها. هذا هو اللي كان الاخوان يعني في هذا الفيديو هذا حاولنا يعني نجيب لكم بعض المعلومات اللي تفيدكم. المساله الاخرى فيما يخص بعض الاخوان باقي دابا تيسولوا سياحه تركيا، سياحه تركيا الاخوان خويو بالكم اللي بغى يسول على السياحه لتركيا ما كايناش في ظرف حاليا، ما كاينه السياحه لتركيا بلا ما تبقاو تطرحوا هذا السؤال انه تتكرر دائما يوميا واش كاين شي جديد. الجديد هو راه سدوا الريدو ما كاين هضره في السياحه حتى نور حتى شهر واحد، هذا هو الجديد اللي كاين. نتمنوا هاد المسؤولين هادو يخرجوا اليوم ويخرج لنا بشي قرار ان شاء الله بعجاله قبل قبل المساء باش نحاولوا نفرحوا الاخوه والاخوات ديالنا. المساله الاخرى الاخوان فيما يخص الفيديو ديال البارحه تم الحذف ديالو لانه كاين واحد الكم كبير ديال الناس اللي تواصلوا معنا في موضوع التاشيرات والرحلات.
غادي راه وعدناكم كيف ما وعدناكم، تواصلنا مع الناس عطيناهم يعني وصل واحد العدد كبير ديال تاع الوثائق، راه عطيناهم هذاك العدد الكبير، داروا طلبوا منا انه غادي يكون يعني بحصص، غادي يدوزوا جوج ثلاثه جوج ثلاثه جوج ثلاثه. بعض الاخوان راه تم يعني التواصل معاهم، راه غادي يعني راه عارفين راسهم، تواصلنا معاهم، راه غادي يديروا الرحلات ديالهم في هذا الاسبوع، ورحنا على تواصل اي اخ كيف يدوزوا هذوك الجوج غادي يعاودوا يتواصلوا معنا، غادي نتصلوا دائما وغادي يكون الجديد الاخوان. هذا هو اللي عندنا في المحتوى ديال اليوم. اي اخ ولا اي اخت عنده استفسار ولا عنده سؤال ولا عنده حتى اضافه، دائما تنقولها الاخوان اللي دوزوا الرحلات يحاولوا يدخلوا في التعليق باش يفيدوا الاخوان ديالهم والاخوات على التجربه ديالتهم. هذا هو اللي عندنا في الفيديو الاخوان. اخر حاجه غادي نقولوا دائما هو الدعاء للاخوان والاخوات ديالنا العالقين خارج ارض وداخل ارض الوطن باش يتمكنوا يرجعوا الى بلد الى مكان الاقامه ديالهم. وهاد المره هادي غادي نعاود نزيد لكم واحد الدعوه اخرى، هو انكم الاخوان لازم تدعموا القناه، لانه القناه صراحه الدعم قليل شيء ما بالمقارنه مع يعني يبغى يكون هيك شكر او يعني تحفيز باش القناه يعني تزيد تبحث وتزيد للقدام، لانه قناه الجميع ماشي قناه سمير ولا هادي، قناه لكل الاخوان. نتمنى لكم امسيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.